بالطرافة انه في دمشق بال طبعا قبل حدوث ما يحدث يعني العالم عندها مئات الالوف من الدولارات، العالم كانت تبني مصاري هون تكتب، كان عندها زخم من الدولار واليورو اكثر من السماء، كله توقف، كله تكركب، كله تشربك، القدمين لا تعرف الان الى اين المسير، لا ثمة بوصلة للقدمين في هذه اللحظة.